هي الحلول برأيك؟ الأستاذ أيضا وضع يعني عدة أسباب، عدة مشاكل فنية إدارية يعني هيكلية أو ما يخص بنظرة الحكومات السابقة إلى هذا المشروع القومي الكبير. برأيك أيضا ما هي الحلول؟ طيب أول حاجة قبل ما نقول حلول، شنو المشاكل؟ ما هي المشاكل في عدم تطوير مشروع؟ أو قبل التطوير نقول إعادة للعهد الذهبي، شيئين أو ثلاثة أشياء: نظام الشراكة أو قانون مشروع الجزيرة 2005 يتلغي ويعاد تشكيل، لأنه ثبت أنه لم يكن ضد المزارعين، ده شق عن قانون، وهيكلة زي ما قال الأستاذ معتز هيكلة وتكوين العلاقة الشراكة مش العلاقة الفردية أو الحساب الفردي، الحساب المشترك، وزي ما قلنا الحساب المشترك بيبقى بين المزارع والدولة والإدارة، ومنها بتتخصص زي ما قلت الخدمات والمستشفى وكذا، يعاد هيكلة الطريقة هذا. الشيء الثاني، الشيء الأساسي والعقبة الأساسية خاصة في العروة الشتوية، في الزراعة الشتوية القمح والأشياء دي، هو الري. يعني الري بقى حاجز وده سبب أساسي في فشل الزراعة فيه. الري يعني إذا لم توجد هناك قنوات توصل المياه إلى المزارع، إذا ده السبب الأساسي. كان في إعادة مؤسسة الري والحفريات، مؤسسة ضخمة انتهت في عهد النظام، مؤسسة الحفريات والري عندهم آلات وعندهم كل الإمكانيات، كان فرتك واتباع واسكراب مرمي في الشمس والجيد منه شالوا الرأسمالية الطفيلية. يعني يمكن نحيي من هنا لجنة إزالة التمكين وكذا، أعاد بعض المحالج، كان باعوا المحالج أكثر من 7 محالج، 3 محالج في مارنجان وفي عوض وكذا،